أهلا بكم إلى اللقاء الأولى الذي نستضيف فيه الليلة من الجزائر رئيس الحكومة الأسبق السيد أحمد بن بيتور، حيث نناقش معه قرار الجزائر باستثمار 70 مليار دولار في الغاز الصخري وأيضا الاحتجاجات الشعبية في الجنوب على ذلك. أعلنت الجزائر أنها ستستثمر 70 مليار دولار لاستخراج الغاز الصخري خلال السنوات العشرين المقبلة. وقال المدير التنفيذي لشركة النفط والغاز الجزائرية سوناتراك سعيد سحنون إن تلك الاستثمارات ستؤدي إلى إنتاج 20 مليار متر مكعب من الغاز الصخري سنويا، كما ستوفر نحو 50 ألف فرصة عمل. وقدرت الشركة احتياطات الغاز الصخري في الجزائر ب 20 تريليون متر مكعب. فيما تواصلت احتجاجات سكان الجنوب خصوصا في ولاية تمنراست في أقصى الجنوب الجزائري، حيث أعرب المحتجون عن رفضهم لاستغلال الغاز الصخري وتخوفهم من المخاطر البيئية المحتملة. المطالب نتوعنا لا للغاز الصخري. هذا الغاز الفحمي اللي راهم يجيبوه، لا غاز الفحم ولا الغاز اللي غاز صخري، هذا اسكو راح يكون لنا بديل للغاز الطبيعي؟ اسكو عنده ايجابيات على الغاز الطبيعي هذا؟ اسكو عنده محاسن؟ راح يغير لنا الطبيعه نتاعنا، يغير لنا من البيئه نتاعنا؟ احنا نعرضوا مشروع الغاز الصخري خاطر عنده سلبيات اكثر من اللي عنده ايجابيات. احنا دوله بتروليه الحمد لله وغازيه، واش الحاجه نتاعنا ان نستخرجوا الغاز الصخري. سوناتراك بصفتها كمؤسسة مواطنة ما تغادرش بمصالح المواطنين ولا بالمحافظة على البيئة، ما نفضلوش الربح على صحة المواطنين والمواطنات ولا على البيئة. هذا هو يعني هذه هي الرسالة اللي بودي توصل للإخوة والأخوات في مدينة عين صالح وفي الجنوب الجزائري بصفة عامة. معنا من الجزائر رئيس الحكومة الأسبق السيد أحمد بن بيتور. مساء الخير سيد بن بيتور، وشكرا لانضمامك إلينا. أود أن أسألك، هل ترى مبررات الحكومة مقنعة للاستثمار في الغاز الصخري في الجنوب الجزائري؟ لا، هي في قضايا بيئية وفي قضايا اقتصادية. لما نتكلم عن القضايا البيئية نشوف هذا الحفر التجريبي كان في منطقة عرفت مشاكل بيئية في السابق، فرنسا في الخمسينيات، في أواخر الخمسينيات وبداية الستينيات كانت عندها تجارب نووية، واختار هذه التجارب النووية لحد الآن موجودة في المنطقة. ثاني حاجة مهمة، هذه المنطقة عندها الغاز والبترول، الغاز أكثر من البترول، ولكن عندها المياه، وكان فيها وفيه برنامج الآن يحول المياه من هذه المنطقة إلى 700 كيلومتر جنوب إلى عاصمة الولاية اللي هي تمنراست، وبالتالي السكان نتاع المنطقة عندهم حساسية أكبر للأمور الطاقوية البيئية، وكاين فيه مخاطر معروفة فيما يخص استغلال الغاز الصخري في البيئة. نبقى الآن نرجع إلى القضايا الاقتصادية محض. نعرفوا باللي هذا النوع من الحفر، الإنتاج نتاع الحفر في السنة الثانية يكون 30% مقارنة بالسنة الأولى، وفي السنة الثالثة يكون 20% مقارنة بالسنة الأولى، وبالتالي الإشكالية اللي تطرح هو عدد كبير من الأبيار، وهذه الأبيار تعرف باللي عمودية وأفقية، كلفة نتاعها خمس مرات على الأقل أكثر من الأبيار الحالية، وبحيث يكون فيها أبيار أكثر، نتكلموا على 200 بير، هذه معناها تتطلب وقت طويل لإنجاز هذه الأبيار باش توصل لنا. اليوم مثلا اليوم في الأبيار الآنية اللي هي عمودية فقط عندك سنتين تستنى باش تقدر من وقت اللي تتقدم إلى طالب شراء البير، الحفر عندك سنتين وقت باش توصل ليه. ولكن الحكومة الجزائرية لا تقول أنها تريد تحقيق كل هذه المشاريع خلال سنة، الحكومة تتحدث عن مشروع على امتداد 20 سنة، يعني أمامها ما يكفي من الوقت. خليني أقول لك 20 سنة، راني نقول لك في كل بير الآن عندك سنتين تستنى، وبالتالي لو نمشي في هذه السياسة معناها لازم تكون عندك إمكانية انتاج هذه الابيار، لانه
نعرف باللي لما يوصل تكنولوجيا الجزائر هذيك التكنولوجيا تكون موجوده في بلدان متقدمه قبل منا، ويكون فيه يعني حفر كبير في كل البلدان، وبالتالي البلد اللي ما عندهاش انتاج اليات الحفر مش ممكن ان تكون لها انتاج يعني في المستوى المقبول. طبعا انتاج هامشي هذا ما فيش مشكل، هذا فيما يخص برك الوقت لازم، وفيما يخص مفهوم سيد بن بتور. فقط يعني تعليقا على النقطة الأولى التي أشرت إليها وهي الآثار البيئية لهذه العملية، رئيس سوناتراك السيد سعيد سحنون قال إن الغاز الذي سيتم استخراجه من تلك المناطق في جنوب الجزائر هو غاز نظيف، وأن أي فضلات تنتج عن عملية الاستخراج سيتم التخلص منها، وهناك إمكانية فعلية تقنية للتخلص منها بأسرع وقت. ألا يكفي هذا لطمأنة المشككين في الآثار البيئية السيئة لهذه العملية استخراج الغاز الصخري؟ لا، هو أولا وقبل كل شيء ما ننساش باللي هذه بداية الحفر، هذه كل جهات في برنامج مع طلبوا من فرنسا باش تدير دراسة حول الآثار البيئية، ونعرف باللي فرنسا بالذات في بلادها ماش مسرحة لإنتاج الحفر للغاز الصخري، وبالتالي كيف يكون مطمئن لهذا الشيء؟ احنا رانا نعرفوا باللي عندنا مشاكل اليوم في الغاز العادي، حيث لو ننظر مثلا الى ناحيه ورقلة في حاسب بركاوي راه كانت فيه مشاكل كبيره منذ اواخر الثمانينيات في القرن الماضي، والان مازال ما حليناش المشاكل تاعها، وبالتالي فيه تخوف، راني نقول لك فيه تخوف. ومادام يعني اقتصاديا غير مردود، علاش نبدا فيه اليوم قبل ما نستنى حتى التكنولوجيا تتطور وربما تكون في امكانيه احسن لاستعماله اذا كان لازم استعماله؟ صحيح سيد بن بتور، يعني النقطه التي اشرت اليها صحيحه، لانه رئيس شركه سوناتراك قال بانه لن يكون هناك مردود اقتصادي من عمليه الحفر هذه، ولكن في نفس الوقت هو يقول بان الجزائر الان طلبها يزداد بسرعه بتسارع كبير على الغاز، وهي غير قادرة على توفير ذلك إلا من خلال استخراج الغاز الصخري. يعني هي مطالبة الآن بمضاعفة إنتاجها، أين الحل إن لم يكن هذا متاحا أمامها؟ لا، أنا أقول لك باللي قضية وقت، خليني فهمك باللي كاين حاجة مهمة. الجزائر منذ 2006 في انخفاض مستمر في الإنتاج من الحجم، حيث حجم التصديرات مثلا في 2013 مقارنة بما كان عليه في 2006 أصبح 63% مقارنة ب 2006، وبالتالي في انخفاض سريع في الإنتاج وفي التصدير وبالتالي في إشكالية لتمويل الميزانية الدولة، وهم راهم ظنين باللي الغاز الصخري راه يحل هذا المشكل، بينما الغاز الصخري كلفة الإنتاج نتاعو مرتفعة جدا، وسعره في السوق طبعا ما يكونش فيه سعر في التصدير لانه يكون متواجد في كل البلدان، والمردود غير مربح. ولكن اذا كان هناك نقص في الجزائر الان في الغاز، كيف سيتم تعويض هذا النقص ان كان الغاز الصخري لا يستطيع القيام بذلك التعويض؟ لا، اين الحل يعني؟ اولا لازم يكون فيه ترشيد في الاستهلاك. تصور مثلا باللي نتكلموا على الغاز اليوم، راه الغاز متواجد في كل مكان، مستهل في كل مكان الى اخره، وبالتالي ماهيش سياسه رشيده فيما يخص استهلاك الغاز. ثانيا خلينا نرجع نعمل بمردوديه احسن للابيار الحاليه للغاز الطبيعي. على كل حال مهما كان من امر، باستغلال الغاز الصخري في احسن ظروف لن يكون الا بعد 10 سنوات او 15 سنه. نعم. وهنا المشكله راه كاينه اليوم، وبالتالي الحل تاع الغاز الصخري غير مش هو الحل اللائق، لازم يكون فيه حلول اخرى، وكيف ثاني امكانيات طاقات اخرى، طاقات المتجدده الى اخره. طيب سيد احمد بن بتور، سؤال اخير فقط باختصار ان سمحت، كيف ترى موقف الاهالي في الجنوب من سياسه الحكومه حاليا؟ يعني هما الحاسد هما واش يشوفوا؟ هما راهم يشوفوا باللي كل مداخل الدوله من العمله الصعبه تاتي من الجنوب، بينما هو ما روش مستفيدين من هذه المداخل، وبالتالي هم يقولوا مباشرة، يقول لك باللي كي كان سعر البرميل 120 دولار ما كانش عندنا فايدة فيه، وكي يصبح 80 ولا 50 ولا 60 ما عندناش فايدة فيه، وبالتالي مهما كان من أمر ما فيش سياسة لتوزيع الثروات بصفة عقلانية. احنا ذاك الوقت كنا باش نمشوا بصندوق خاص لتمويل استراتيجية ما بعد المحروقات في بلدان الجنوب.
ولكن مع الأسف الشديد الحكومات اللي جات من بعد نحت هذاك الصندوق وسكرته، وبالتالي ما كانش فيه اليوم ميزة خاصة لسكان الجنوب. واضح. وهما أساسا هما مصدر الثروة الجزائرية الكبرى اليوم. شكرا جزيلا لك سيد أحمد بن بتور رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق الذي كان معنا من الجزائر. ومن تمرست معنا في الجنوب الجزائري معنا الصحفي بجريدة المحور اليومي أحمد بالحاج. سيد أحمد مساء الخير، الاحتجاجات هل ما زالت متواصلة في تمرست حتى اللحظة؟ نعم الاحتجاجات متواصلة بمدينة عين صالح موقع الحدث بمنطقة أهنت الواقع على بعد نحو حوالي ما يزيد عن 35 كيلومتر جنوب مدينة عين صالح. لكن الجديد في المنطقة اليوم حيث باشرت مصالح الأمن المشتركة المكلفة بتسيير أزمة عين صالح بولاية طمرست جنوب الجزائر العاصمة في تجسيد مخططها الأمني الاستثنائي لتفادي تداعيات الوضع، وذلك تزامنا مع خروج الحكومة عن صمتها، حيث أكدت على لسان الرئيس المدير العام لسوناتراك بالنيابة سعيد سحنون أن الحكومة عازمة على استغلال الغاز الصخري الذي من شأنه أن يسمح باستثمار ما يزيد قيمته عن 70 مليار دولار. كما أن الاستغلال سيخلق حسبه 50 ألف منصب عمل، دون الحديث عن تنسيقيات ميدانية لتنظيم مسيرات مليونية عبر جميع ولايات الجنوب الكبير يوم الخميس القادم. وهو ما تتخوف من عواقبه السلطات الأمنية المكلفة بمكافحة الشغب وإعادة حفظ الأمن داخل المناطق الحضرية الآهلة بالسكان والمستنجد بوحداتها المركزية من مختلف ولايات الوطن، التي باشرت اليوم عملها الميداني بتطويق كل للمؤسسات التربوية على غرار الطور الابتدائي والمتوسط والثانوي، بالإضافة للمرافق الإدارية كالدائرة والبلدية وغيرها من المندوبيات المحلية بعين صالح، لإجهاض أي ردة فعل من طرف المعتصمين عما جاء على لسان الرئيس المدير العام للسلطة. سيد أحمد، أهم مطالب المحتجين في تلك المناطق هي أنه هناك نقص في الإجراءات التنموية في مناطقهم التي هي أصلا هي مركز إنتاج كل هذه الطاقة والغاز الصخري بالتحديد الذي نتحدث عنها الآن. يعني الوزير تحدث ورئيس شركة سوناتراك عفوا تحدث بأنه سيتم خلق 50 ألف منصب شغل في تلك المناطق، ألا تقنعهم هذه الحجج بأنه ربما قد يأتي أن يعني استغلال الغاز الصخري قد يأتي بالتنمية لمناطقهم؟ قبل أن يتحدث المدير العام لشركة سوناتراك سعيد سحنون، كان وزير الطاقة وهو الرجل الأول على القطاع بالبلاد قد التقى بممثلين عن المعتصمين يوم الخميس الفارط، حيث أبلغوه أن يبلغ كل من فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول السيد عبد الملك سلال أن مطالب السكان تتمحور أساسا حول ضرورة التوقيف الفوري أو بمعنى أصح إلغاء قرار الاستغلال الذي باشرته الحكومة. يعني الدولة بحجة أن الدولة سيد الكريم أن الدولة تقول أنه مستقبل الأجيال وأنها تجارب، وهنا بيت القصيد في نظر المختصين الذين يرون أن كانت الدولة تنوي أن تستغل ذلك فلم يحن الوقت بعد. التخوف كبير بحكم أن المنطقة تقع كما أسلفت ذكره في منحدر يعتبر من أكبر المنحدرات التي تحتوي عليها المياه الجوفية. شكرا جزيلا لك أحمد بالحاج الصحفي بجريدة المحور اليومي الذي كان معنا من مدينة تمرست في جنوب الجزائر. يمكنكم مشاهدينا المشاركة معنا من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم على صفحاتنا على تويتر وفيسبوك.